مصطفى محمد ده بيفكرني بزمان، كان جمال عبد الحميد اي كره في الهوا تعرف انه هيجيبها جول، ارفع له الكره جوه منطقه الجزاء وملكش دعوه مظبوطه او بالونه، مهمتك تدخلها منطقه الجزاء وسيب الباقي عليه. ابويا هو اللي حببني في الكوره وطلعت زملكاوي عشانه وعشان جمال عبد الحميد. وانا صغير كنت بروح اتفرج عليه في الجماليه، بالمناسبه كان كلها زملكاويه، وجمال كان بيلعب بتشيرت الزمالك ولازق عليه رقم 14 عشان يبقى زي حسن شحاتة، يوم يلعب بتشيرت 14 ويوم تاني يشيل رقم 1 ويسيب رقم 4 عشان يبقى زي فاروق جعفر. بيلعب بكرة جلد، شراب أو حتى بطوبة، معاه كنت تضمن إنه ممكن ينط في الهواء، يترمي على الأسفلت ويعور نفسه، يعمل أي حاجة بس يجيب جول ويكسب فريقه. وفي يوم جاله واحد عرض عليه يلعب في الأهلي بعد 18 سنة بيلعب في الشارع من غير جزمة، يوم ما جات له الفرصة كانت في فريق غير اللي بيشجعه. سأله هتلعب للأهلي؟ قال له ألعب للأهلي؟ هو في حد يبقى بيلعب في الشارع ويتقال له تلعب في الأهلي ويقول لأ؟ طبعاً هلعب في الأهلي. أول لقطة ليه ما كانتش سهلة، الخطيب اتصاب وكان هو البديل، وطبعاً الجماهير سفرت على الشاب اللي ما يعرفوهوش ده ونازل مكان أسطورتهم. نزل جاب جول الأهلي في السكة الحديد، الصحف كتبت ابن الزمالك تألق في الأهلي، والحكاية بدأت من هنا. لسنين لعب مع الأهلي وحقق كل البطولات، لكن النهاية ما كانتش جميلة زي البداية. رغم أنه كسب دوري أبطال إفريقيا معاهم، لكن التحام في التدريب مع إكرامي رجله اتكسرت، إصابة خلته يبعد عن الكرة أكتر من سنة، بعد عن كل حاجة واختفى، حتى الأهلي سابه وما أيدهوش. مش بس ما كانش بيلعب، هو ما كانش قادر يمشي لفترة طويلة، محدش توقع انه ممكن يرجع تاني. ولما رجع راح المصري اترفض، والاسماعيلي كمان رفضه، والزمالك كانت اخر محاوله ليه. حمامه لاعب الزمالك كان صديقه، قال له ما تيجي تختبر عندنا، وقال يجرب. في اول ماتش ودي جاب 3 اهداف، قال للكل انا لسه موجود ومش انا اللي اترفض. ولان الزمالك اداله الفرصه، جمال عبد الحميد منسيش، لما قالوا له ايه طلباتك قال لهم كل اللي انا عايزه طقم كوره وجزمه، أنا كان نفسي أرجع تاني. في اللحظة دي تحقق حلمه، رقم 14 اللي كان بيلزقه وهو طفل عشان يبقى زي حسن شحاتة بقى بيطبع على قميصه، والأطفال عايزين يبقوا زي جمال عبد الحميد، والباقي تاريخ من أهداف بكل الطرق. كل اللي افتكر إن جمال عبد الحميد انتهى شافه هداف دوري أبطال إفريقيا، بيشيل كأس إفريقيا 3 مرات مع الزمالك، بيرقص فرانك ريكارد رايح جاي 3 مرات، كابتن مصر في كاس العالم. سنة 86 الزمالك خد دوري أبطال إفريقيا وكان هو هداف البطولة، ولحد دلوقتي لسه عندي عدد من مجلة فرنسية عملت معاه حوار، والعنوان كان شكراً يا جمال على أهدافك. رقم 14 دايماً ليه معنى تاني في الزمالك، جمال عبد الحميد استلمه من حسن شحاتة وسلمه لحازم إمام علشان يفضل هو الرقم التاريخي لنادي الزمالك. شكرا يا جمال على رحلتك، وعلى انك بقيت رمز في ضربات الراس لكل موهبه شابه، لكل واحد نفسه يعمل زيك، يقف في الهوا كل ماتش لحد ما توصله الكوره ويحطها في الجول.